ما رأيك في اتهام وزير الأوقاف محمد مختار جمعة لجماعة الإخوان المسلمين بأنها ذراع لتنظيم داعش أو أي من هما هو ذراع للآخر وتربطهما علاقة بينهما أو تحالف يعني بينهم؟ لا أعرف على أي معلومات استند فضيلة المفتي، وأنا شخصيا ليس لدي أي معلومات تؤكد أو تنفي هذه الصلة، ولا أستطيع شخصيا كباحث سياسي أو كأكاديمي يعني أن أطرح شيئا ما لم يكن عليه دليل وما لم تكن لدي قناعة تامة به. واعتقادي الشخصي أن أيديولوجية الإخوان تختلف تماما عن الأيديولوجية السياسية التي تطرحها داعش، وهناك تناقض فكري كبير. لكن ربما يعني ما جرى قبل 30 يونيو من تهديدات من أطراف عديدة كان من بينها جماعة الإخوان المسلمين، ربما هذا هو الذي يؤدي إلى الربط بين ما يحدث من عمليات إرهابية حاليا. نعم دكتور حسن أيضا تحدث الوزير وزير الأوقاف بأنه لا مصالحة يمكن أن تطرح مع جماعة الإخوان المسلمين، الرؤية السياسية في هذه النقطة، وهو أن يقول وزير الأوقاف بأنه لا مصالحة يمكن أن تعقد بين الإخوان وبين السلطة الحالية، دون الاعتبار بجماعة الإخوان بحد ذاتها، ولكن كفصيل في المجتمع أو في الشارع المصري أن يمنع من تكوين مصالحة مع السلطة الحاكمة في الدولة، ما هي الرؤية السياسية في هذه؟ يعني أنا أعتقد أن فضيلة المفتي تجاوز دوره، لأنه المفتي له وظيفة معينة، يعني ليس من بينها الحديث في الامور السياسيه في الاساس. وعندما يعني تطرح مصالحه او فكره المصالحه الوطنيه، هذا هو يعني هذه قضيه سياسيه في المقام الاول، وبالتالي يجب ان يتحدث فيها من هم اهل لها، ويجب ان يتحدث فيها صناع القرار على اعلى مستوى. ويعني انا شخصيا مع فكرة لم الشمل، يعني ربما كلمة المصالحة الآن أصبحت كلمة سيئة السمعة، لأن القضية تطرح وكأن هناك جماعة الإخوان أو جماعة منشقة عن الدولة، ولا يجوز يعني أن تقوم الدولة بكل أطرافها بعقد مصالحة مع جماعة تعتبرها إرهابية. نعم دكتور حسن ابقى معي. دكتور حسن نفع ابقى معي. اسمح لي بس نعم تفضل. لا انا يعني القضيه هي هل يشعر الناس ان مصر في ازمه ام لا؟ وفي اعتقادي ان هناك ازمه سياسيه، وانه يجب يعني البحث عن مخرج لهذه الازمه. وانا لم اتحدث ابدا عن موضوع مصالحه، انا كتبت ورقه اسمها الازمه والمخرج، وفيها اجتهاد شخصي من ناحيتي.